كي بريزيرف هي ليكيب بي نتاع السينيور، دونك لي جوار اللي في ليكيب سينيور ماهمش باش يكونوا كومبيتيتيف عندهم الحق يلعبوا، معناتها ما عادش ولا فما البارير دو داش، معناتها حتى جوار عمره 32 سنه ولا 35 سنه ويبدا موجود في الافكتيف دو سينيور يل بو جوي. الكونديسيون الوحيده اللي فما اربعه لازمهم يكونوا ما بين 2002 ولا 2001 اوبليغاتوار في التيران، مي سينو ما عادش فما العمر معناتها كيما قبل كانوا تخوا ناتيف، دونك ولات توا بريسك ايكيب سينيور اما ليكيب ريزيرف تاع السينيور. ولا كومبيتيسيون عندهم باش يلعبوا نفس البطوله نتاع السينيور لا ميم كالوندغي، سوف كو مبدئيا المعلومه اللي موجوده اللي باش يلعبوا نهار بعد ماتش السينيور. دونك بالاثنين بروبابلومون. ليكيب اللي لعبت اليوم براتيكمون ابار زوز جواريت اللي بقاو كلهم 2002. دونك قسمنا احنا البارح لعبنا ماتش واليوم ماتش في ليكيب ريزيرف خاطر ليفيكتيف ولا الارجي برشا باش لونترونور سي نادر وارده يلقى الفرصه باش يلعب لو ماكسيموم دي جوار ومن بعد ياخذ ليفيكتيف اللي مش يبقى حاجته به معناتها اللي هو معناتها باش يكون بلو كومبيتون كو لوتر. برشا اجريسيفيتي الحق في التيران واصلا انا جواريت معناها فما برشا يجيو يشوفوا فيهم يجربوا فيهم ضيعنا من با سيس فرص هكاك وكو معناها مهم برشا انه تبدا الكومبيتيسيون نتاعكم تكونوا حاضرين، يظل تو بديتوا للذروه نتاع تحضيراتك. هي بدا قريب الشامبيونا دونك لونترونور لازم يعمل ايكيب معناها باش يعمل عليها شامبيونا وكوب ان شاء الله نعملوا حاجه باهي السيزون هذه مع ليكيب ريزيرف. غيث مهم برشا انه كل ملاعب يطمح باش يوصل ليكيب ليكيب سينيور، هذا الهدف نتاعكم هكا ولا؟ هذا هدف كل واحد موجود يجي كل يوم ترين في البارك كار سينيور الكلوب هي حاجه كبيره برشا. وبالنسبة لنا فخر لي نكون في سير الكلوب وإن شاء الله نعطي لجماعتي ما غير حساب. كانت هذه كان هذا تقرير خاص بالإيكيب ريزيرف نتاع النادي الإفريقي صنف جديد هذايا لعب مباراة ضد مستقبل سليمان ثم ضد النادي الرياضي بحام الأنف كما كنتوا تتابعوا اثنين بلاش النادي الرياضي بحام الأنف. حمدي شنو رأيك ساعة في إنشاء الصنف هذايا في عوض معناها صنف النخبة إيكيب ريزيرف يقول لك ملاعب عمره 30 سنة ينجم يلعب مع ملاعب عمره 17 في نفس الإيكيب وبعد بنهار من مباريات السينيور بنفس الكالندري تراها فكرة باهية وإلا صعيب تطبق في تونس؟ نراها صعيب تطبق في تونس يعني بصراحه يعني نهار اثنين يعني فما اللي يقرا فما اللي يخدم فما اللي الله اعلم شنو يعمل يعني ماهيش انا راه ماهيش منطقيه يعني انا ما نحبش نخوض فيه الموضوع هذا خلي اهل الاختصاص هو اللي اهل الموضوع هذا مي انا نظرتي ليه يعني هو الشارب نتاع المباريات هي ثابت يا حد فهمتني في الاصناف الصغرى ما باش تجي تو تحطه انت نهار اثنين ولا نهار ثلاثه ولا نهار خميس انا ما مراش منه يعني بالوضع اللي توا موجودين عليه يعني صعيب شويه. واضح. ماهر الصنف الجديد هذا ليكيب ريزيرف او الفريق الثاني كيفاش تراه معناها سيتيون بروميير في تونس تراه تنجم تعوض صنف النخبه او الامال كما كان قبل والا تنجم تكون حافز باهي معناها ليكيب سينيور انه ليزيليمون الباهيين تطلعهم سينيور. ان بروميير في تونس وي مي في الاوروب لا. معمول بها معمول بها في الاوروب عندهم ليكيب ريزيرف الملاعب اللي في ليكيب ما يلعبش. كون رومبلاسون لي رومبلاسون نهار الاثنين يمشيو مع ليكيب ريزيرف يعملوا ماتش. اما هل باش يعطيك بنفس الروندمون؟ يلزمو كانوا طاح في الجراف معناها. شو انت راهو لهنا تحكي على ان جوار بروفيسيونيل. فوالا. بروفيسيونيل سو كونترا اموره واضحه ويعرف اش يعمل وخدمته. فهمت؟ ما تعطيش في اللي ماتش هذوما ما تخدمش في اللي ماتش هذوما ما تعطيش الروندمون اللي لازمك تعطيه تسرى كارتي. فهمتني دونك فما سانكسيون تاع فلوس وبرشا حاجات تعرف سو كونترا غادي يلعب لا بون نحكيو على الوقت والتوقيت لهنا اديسكوتي يلزمك اول حاجه يلزم يكونوا دي جوار برو ساعيك سو كونترا الملاعبيه هذوما فهمتني باش يكون متفرغ هو للكوره يعني هكا تخزن وملاعبين تصنف الهواس تعمل لهم كونترا بروفيسيونيل يلزمو كونترا سينو يولي يغيب لك نهار الاثنين. لا يلزمو كونترا يكون مرتبط به مرتبط مع النادي نتاعو بكونترا عنده معقول. حقوق وعنده واجبات يعملها باش يكون هو لو لاندي هذاك يكون ديسبونيبل على ذمه النادي باش يعمل الماتش هذاك. في حاله كونه هو يقرا اش يعمل؟ لازم يكون سو كونترا. هنا هي ولا لازم معناها يعمل بلانينغ بريفيرونسيال اللي يقرا ولا يبدلوها للسبت ولا حد. ايش قلت لك يعني السبت ولا حد خاطر هما شنو؟ انا جو فوا معناها ليدي هذه شنو اللي معناها الفكره هذه موجهه اكثر انه لاعبين نتاع الفريق الاول اللي ما لعبوش نهار الاحد واضح يكونوا كومبيتيتيف نهار الاثنين باش يبقاو ديما في الريتم نتاع الكومبيتيشن. واضح. باش نجي معاك انا جمال ثم نقطه مهمه ويلزم نثيروها ثم معناها عقليه الملاعب اللي هابت من السينيور قلنا يرى فيها كانها عقوبه باش يمشي الفريق الثاني ولا ليكيب اليت هل ينجم على الملاعب هذاك يفيد الملاعب اللي جاي من الاواسط ولا لا؟
مالكش يعطيك معناها لي زوند نيجاتيف نقولوا نحن. جوست مكرم نحن نرجعوا له الحديث هذا، جوست انا باش نحكي في نقطه مهمه اللي صار، البروبليم اللي صار توا في التغييرات اللي صارت هذه. توا ناتيف 2003 هي اللي باش تكون جونيور، معناها ابار 2003 ما نجم حتى حد يلعب جونيور، ولا 2004 اللي هي كاديا يطلع. اش قعد البروبليم اللي كيب ريزيرف، اللي كيب ريزيرف عندك الحق في دو، معناها زوز ملاعبيه 2002 وملاعبي وزوز ملاعبيه 2001 بار اوبليغاسيون يلعبوا ماتش كامل. اش صار لهنا؟ جينا ناتيف كامله قضينا عليه اللي هي 2002 ناتيف كامله قضينا عليه اول حاجه. ثاني حاجه اللي هي الباقي كما كان يحكي ما خويا مير، الباقي كل يلزمهم معناها ناتيف 2099 يكونوا كلهم سو كونترا. قبل قبل ما ندخل لهنا جاني تليفون، عندنا وليد اسمه مالك المزراني كان يلعب عندنا، عمل ليغامو كروازي عم ناول، كان بارمي لي جوار اللي كان باش يعمل كونترا. خذيناه من ريانا، خذيت وقتها انا من ريانا كادي. الوليد كلمني قال لي مسيو مش عارف شنو نعمل، رجعت توا من ليغامو كروازي كان باش يقعد في الافريكان يلزم يعمل له كونترا، ماهوش يعمل له كونترا باش يخرج. معناها هذا البروبليم اللي صار توا الوليدات اللي عندنا من عام 2000 يا باش تعملهم كونتراتوات يا باش يمشيوا على رواحهم. نحكي على جمعيات كل بصفه عامه. يعني نظام البطوله فرض عليهم فرض وعمل بروبليم كبير. قلت لك انا ديجا ناتيف كامله وانا صارت معناها حتى في معناها في جمعيه اخرى في تونس ناتيف كامله نحوها. اي وينجم يفيد، نرجع لك السؤال زمان، ينجم يفيد الملاعب اللي هابط واللي ما لعبش نهار الاحد، ينجم يفيد الملاعب اللي طالع من الصنف الوسط. كما قال خويا ماهر شوف لعبنا قبل ونعرفوا، معناها تكون في ليكيب، معناها في ليكيب سينيور اذا كان تكون عندك العقليه انك باش تكون كومبيتيتيف. بالنسبه لي انا صارت قبل وصارت معايا انا، معناها انا كنت عملت بريود ليغامو كروازي، ما نقعدش في البنك ولا نمشي مع الـ مع الـ مع الفاجوار ونكون في الجرادا ونهبط نلعب في ليكيب ريزيرف باش نكون كومبيتيتيف. بالنسبه لي انا الجوار اللي ما يهبطش من ليكيب معناها من ليكيب سينيور معناها يكون ماهوش كومبيتيتيف ويهبط يلعب في ليكيب ريزيرف يكون 100% باش يكون حاضر. بالنسبه لي انا ماهوش بروفيسيونيل. واضح. حسن شنو رايك انت في الصنف الجديد هذا ليكيب ريزيرف؟ تراه فكره باهيه لتعويض صنف النخبه ولا حقنا خلينا صنف النخبه؟ لا هو فكره باهيه، كان كما نشاطر خويا ماهر يلزم يفو لو كونترا ويلزم معناتها يكون على ذمتك، يكون على ذمتك فهمتني، ومشكله كبيره معناتها يفو لا ديسكسيون ويفو معناتها ريزودغ لو بروبليم مع المسؤولين في الجامعه وفي ولو بلو تو بوسيبل خاصه على مستوى الرزنامه والتوقيت. ايه وليدات مساكن مستقبلهم، برشا ناس يعملوا على الكوره ما شاء الله، بطلوا القرايه وبطلوا الدنيا كل فهمتني، دونك باش تلوحهم. انا شو نقول معناتها يلزم بوكو دو سيمولاسيون اي بوكو دو تخمام، برشا تخمام حتى او نيفو دو جمعيه. يبدا ملاعبي ويجي لو نومبر معناتها ما يساعدنيش باش نخلي هكا، باش نخلي 25 ولا واحد بس يوبليجي روحك ظلمت. اما حتى سامحني حتى قص عليك، الحلول موجوده راه تنجم كل تعمل صارت قبل معناتها تعمل لهم كونتراتوات وتسلفهم وتولي وتراقب وتسلف وتتبع حاجه اخرى. يفو معناتها تنمي الفكره نتاع لو ماركتينغ، بيع وشري مش تنجم تعيش. واضح، هذه فكرة حسن الخالسي بالنسبة لملاعبية الصنف.